انت صرم محمد، انت صرم. انا هي اللي ما بيننا. انت بص بس وسع كده، اسمع 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 يا حبيبي. عامل ايه؟ ايه ما حد سمع صوتك بقالك كام يوم كده؟ بنت ليال عامله ايه؟ بقول لك يا محمد، جت عندي مفاجاه. بس بقول لك ايه، نمره واحد بنت ليال طبعا هتجنن عليه، وحشاني 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 ما تشوفش. وانت وحشتها قوي والله. فانا هحجز لك تذكره وشوف البنت دي هتدفع البسبور بتاعك، وهقول لك حاجه، وقول لي افتح هحجز لك طيران تيجي عندي اشوف البنت ونقعد مع بعضينا بيني وبينك، عشان مش هعرف اقعد معاك هناك في بيتك. عليها تفضل داخله طالعه داخله طالعه، وتبقى راميه ودنها وتتدخل في الكلام، وبيني وبينك انا مش عايزه ايه، عايزه ابقى براحتنا واشوف البنت واشوف هي عارفه تربيها ولا مش عارفه تعمل لها كده، ولا ماشيه بالنظام بتاع الايام ديت. بيني وبينك عايزه الحديث اللي غيرك بتقول لها عليه يا محمد، بس لوحدينا. عشان كده كانت البنت وتعالى ساعه ما تخلص ال دفع الباسبور، قول لي وانا هبعت لك تذكره الطيران. بالله عليك يا محمد، بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان، هي منيره هي اللي عملت المقدمه. طب اكيد طبعا هي وحشاكم. انا فكره البلد النهارده اكيد فهمتوها ان انا هسافر انا وليال الامارات من غير علياء. ليه بقى من غير علياء؟ انا هسمعها الفويس ده وهي هتخش عليا تلاقيني بحضر هدوم ليال، وخلاص قررت ان انا هسافر معانا عشان خاطر اقسم بالله باذن الله. انا حاسس ان المقلب ده علياء هتتجن فيه وهتشيك فيه، لان علياء روحها في ليال. كملوا المقلب ده ووصلوا الفيديو ده ل 10,000 لايك، عرفوني ان انتوا بتحبوا المقالب دي جدا، ووصلوا الفيديو زي ما قلنا 10,000 لايك. ويلا بينا بقى نكمل الفيديو عشان محضره تحضيره جامده، المفروض عليها اهم مامتها، وجايين ان احنا عشان نتغدى ونصور ريلز عشان خاطر من الانستجرام اللي مش متابعنا فايته كتير 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 كتير. خلي ليلتي صوت عشان خاطر هدوم ليال بس. لما تيجي هفتح لكم تاني باسبور الواحد نفسه. يا معلم كده 2 3 4 3 ايام. انا دي جبت لك البيتزا اهو. انا جعان قوي الصراحه. طب يلا بينا. انا حضرت ريل نصوره. ها استنى بس اشوف كده. هي بتستخدم كام بامبرز في اليوم عليها؟ ايش بتستخدم كام بامبرز في اليوم؟ ليه عايز اعرف بس، يعني مثلا كام؟ مش عارفه والله، مش محدود. 4 مثلا. انا هقعدوا يومين يوم. انا مش عارفه عشان ريل. يلا ايه ده؟ بتعمل ايه انت؟ هتسافر يا بنت، وحشتيني والله. هنروح فين؟ ايه؟ هتودينا مصيف؟ مصيف؟ هتودينا مصيف؟ مصيف ايه؟ ايه؟ باسابور. هنروح فين؟ الباسابور. ما ينفعش نسافر دلوقتي. مين ده؟ طب عايز تروح فين يعني؟ مسافر، انا مسافر. انت مسافر؟ انا ولولو. يعني ايه؟ والله يعني انت ولولو مش فاهم. تعالي حضري معايا، تعالي حضري معايا. طب فهمني يا محمد، هتروح فين؟ مسافر لامي، مسافر لامي. امي وحشتني قوي، عايزين انا والعيال حجزت لنا خلاص. بتهزر؟ اه والله. بس ما ينفعش هي ان شاء الله هتحجز خلاص، يعني هي خلاص تظبط هدومها. ايوه دي ما ينفعش تسافر دلوقتي، لسه عندها ما كملتش شهرين. امي هتخلي بالي منها، ما تخافيش يا ابني. الطيران وكده ويعني ايه، وانت ما قلتليش وانا مش عامله حسابي وما ظبطناش. بصي هي امي ظبطت مع كل حاجه خلاص ان انا وليال مسافرين. ثانيه واحده بس، عشان انت وليال بس يعني؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني بس يا محمد اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ هتسافر يا بس المحظوظه. كام يوم كده؟ بنت ليال عامله ايه؟ بقول لك يا محمد انت عندي مفاجاه. بص بقول لك ايه، نمره واحد بنت ليال طبعا هتجنن عليه. الدنيا حر النهارده. وحشاني وحشاني ما تشوفش. هحجز لك تذكره وشوف البنت اللي هتدفع الباسبور بتاعها. ايوه ما باسبور ابوها، هتسافر عادي. هقول لك حاجه، هقول افتح هحجز لك طيران تيجي. مش فاهمه انت وهي لوحدكوا يعني؟ ايوه. عشان مش هعرف اقعد معاك هناك في بيتك. عليها تبقى داخله طالعه داخله طالعه، وتبقى راميه ودنها ايه ده؟ في الكلام، وبيني وبينك انا مش عايزه ايه. استنى شوف البحث الفويس ده دلوقتي. واشوف هي عارفه تربيها ولا مش عارفه. يعني ايه عارفه تربيها؟ مش يعني عشان دي لسه اول ام يعني. بيقول لك عايز اقعد معاك فهمتني يا محمد، بس لوحدينا. عشان كده كانت البيت وتعالى ساعه ما تخلص الدفع الباسبور. حلو قوي الكلام ده والله، بسم الله جاي من الكلام ده. عايز اشوفك انت والبت وحشاها. انت وحشتيتها يا لولو، انت مع نفسك وحشتيتها يا لولو. بيقول لك داخله طالعه داخله طالعه في البيت.
هبقى راميه ودني في ايه؟ هو ايه اللي هي بتقوله ده؟ هي عايزه تقعد معانا وهي سافر انت براحتك يا بنتي، مش هتسافر. بس يا بنت والله العظيم ما هيحصل. بس يا بنت هو ايه اللي انت هتحكم عليا؟ ايوه دي عندها شهر وكام يوم، هتسافر فين دي؟ ده انا بص اما تعصبنيش دلوقتي، دي مش مسافره في حته. انت عايز تسافر لمامتك، سافر انت. دي والله العظيم ما بتعرفش. ايه امي بقى السفريه دي عشانها اصلا؟ يعني ايه عشان دي ما ينفعش تركب طياره؟ دي هتسافر ازاي يعني؟ ما ينفعش تركب طياره. لا صغيره جدا طبعا. لكن كملت شهر ونص. ما هيش مسافره يا محمد في حته، ودي مش هتتحرك في حته من غيري. هي مسافره ما تسافرش بحكم ابوها. نعم؟ مش امها. ما تسيبنيش طبعا. بس ازاي ما تسيبكيش؟ لا طبعا ما تسيبنيش من غيري. لا في بقيه اللبن اللي انت ما كنت بتاخدي الدواء في بقيه اللبن؟ لا طبعا انا وقفت الاصنام، مش هديها صناعه تانية اصلا. لا عادي نكمل بقى العده. لا مش هكمل. وهي مش رايحه في حته، دي ما ينفعش تسيب. انت مقتنع انت فاهم انت بتقول ايه يا محمد؟ اسكتي بس اسكتي. محمد اما احنا مأجلين محمد يعني. احنا مأجلين ده ليه؟ مش مأجلين ام السفرية دي عشان خاطر هي ما ينفعش تسافر في السن ده؟ مستنيين لما تتم 3 شهور ولا 4 شهور. يا رب تيجي بس ما تقعديش تنبري فيها. اسكتي شوية. طب انا الشنط دي اخدها معايا في الشنطة ولا ابقى شايلها معاها؟ بص انا مش هتكلم. هلاقي فهمي مني. انا تمام مامتك وحشاك وهي عايزة تشوفها وكل حاجة، انا مش هعلق خالص على اللي هي قالته. وتمام براحتها، انا شايف ان انا شخصيه وحشه وهتدخل وطلع معلينا من كل ده. معلينا من كل ده، انا دي مش مسافره لوحدها من غيري. لا هتسافر. والله ما هتسافر. هتسافر انت بتخافي عليا والله. على جثتي. ايوه محمد دي بنتي، انت مقتنع انت بتقولي؟ طب ودي بنتي برضه انا ابوها. طيب ما تسافرش من غيري. ماشي. هو انا ينفع اجي اقول لك انا هاخدها وامشي واسافر لوحدي؟ لا ما ينفعش تطلع من المطار من غير ما انا اكون ماضي وانا عارف. والله والله العظيم مش في كل البلاد. لا لا إيه؟ مصر مش هينفع تطلعي من المطار الا بمدتي. اه والله انت ذات نفسك لوحدك ما تعرفيش تطلعي من غيري. لا مفيش الكلام ده العبط ده. انت فاكره السفريه الاخيره اما السعوديه بس؟ مفيش حاجه اسمها في السعوديه بس. مش عايز اسمها في السعوديه بس. ما علينا. انت ما ينفعش تتحركي من البلد الا بمدتي. انت عشان ده نص كم ما ينفع هناك، الدنيا حر. امي بتقولي الدنيا موت هناك. هو انت بجد مقتنع باللي انت بتعمله؟ بصراحه عند برج خليفه. انا بقول لك والله العظيم دي ما هي مسافره في حته من غيري. اقعد يعني. بس امي هتاخد بالها منها؟ انت عبيطه دي جدتك. هي هتاكلها، هي هترضعها يعني. هتاكلها اكلها صناعي. لا مش هديها زفت انا تاني. انا مش هديها. ايه يا جماعه انتوا مقتنعين باللي انتوا بتعملوه؟ دي بنتي انا يا جماعه. انتوا بتتحكموا في مين؟ هي عايزه تقعد معايا لوحدي. لا انتوا بتتحكموا في مين؟ انا اللي اتحكم فيها. طب تعالي تقولي لي. مش مسافره في السن ده. طلعي لي الدخيل. انا خدت 8 بومبس. انت هتسافري دبي؟ يا لهوي الناس. انت هتشوف برج خليفه؟ مش انت هتقعد تستظرف براحتك؟ حضري لي هدوم. ماشي وانت مطلع لها كل ده ليه يعني؟ كل ده ليه يعني؟ حضري لها هدوم. اه حضري لها هدوم. حطي الخروج هنا. هاتي بس وسع كده. حطي الخروج هنا. اقعدي بس. هاتي بس. وسع ما انتش واخد حاجه. انا مش عايز هبل. ها انا مش عايز هبل. انا بقولك انا بحضر الشنطه. الظرف اللي انت فيه ده بجد والله العظيم هي رايحه في حته من غيري. تمام دي مش رايحه في حته من غيري. عارفه انت بس عشان انت عشان عشان انت سامع انا بقول ايه؟ انت عشان انت سامع انا بقول ايه؟ دي عندها شهر و10 ايام، هتسافر فين؟ انت سرم. لا دي مش انت لو عارفه انت لو مسافره معانا، انت لو مسافره معانا كان زمانك على قلبك زي العسل. ويلا دي نايمه. انا مش عايزه اعمل لها. انت يا باشا عشان انت عشان شفتي الباسبور بتاعي انا بس. هتقوم تصور لي ولا لا؟ عشان انا عايزه اقلع دلوقتي واكل. يلا وفكك من اللي انت بتعمله ده عشان والله ما هيحصل. انت سرم محمد. انت سرم. النهي اللي ما بيننا. انت عشان انت مش جايه معانا. انا عايزه النهي اللي ما بيننا. انت عشان مش جايه معانا. ده عشان انت مش جايه معانا. انا خدها محمد بالعقل. طب بص انا هتكلم معاك بالعقل. فكك من الشغل ده. اتكلم معاك بالعقل. بالراحه كده محمد. واحده واحده. هتاخدها وتسافر ازاي؟ اولا دي لسه صغير جدا عن السفر. ايوه ما تستناني في المطار. انا يا دوبك محمد مأجلين السفر. هاخدك معايا المطار توصليني بيها هركبها احطها عليا في الطياره. اسمعني بالراحه. اسمعني بالراحه. مش احنا مأجلين السفر عشانها؟ صح ولا غلط؟ مش المفروض ان هنروح القاهره واجلنا وما نروحش القاهره عشانها؟ الناس اللي كانوا جايين. انا كان عن نفسي كنت عايز اروح. كنا نروح معايا. احنا كنا رايحين عشانها. هي ما رضتش. هي ما رضتش. قالت لي حرام لعيال صغيره ما تبهدلهاش في الطريق وثلاث ساعات في الطريق رايح جاي. فهي صعبت عليها ان هي تروح طريق. انت بقى دي عايز تركبه طياره دلوقتي؟ بالعقل كده عايز تركب دي طياره دلوقتي محمد؟ ينفع؟ يعني انا مش خايف على بنتي. انت كده مش خايف عليها؟ اقسم بالله ما خايف عليها ولا همك حاجه. انت عشان بس مامتك قالت لك تعالى واحجز لكم وبتاع تمام. امال دي تولع صح ولا غلط؟
اقسم بالله انا قلتلها يا بنتي انت عبيطه كده. بخاف على هتركب طياره ازاي والضغط ايه هتركب طياره الضغط اللي بيحصل في ودننا احنا ككبار كنا بنعمل ازاي دي هتستحمل ازاي. انا شفت ميعاد السفر بعد ما البيبي يكمل شهر يا ايه شهر 10 ايام اهي الحمد لله مفيش حاجه بتقول كده يا محمد. امال احنا مستنيين ليه يا محمد تقفل 3 شهور ليه؟ احنا مستنيين ليه 3 شهور؟ انت كنت جايه وهنسافر ومش هنسافر. انا كنت مفكرنا رايحين الساحل ولا رايحين في اي حته هنا. انت لو كنت نطه في السفريه والله العظيم بحسب طالعين الساحل ولا طالعين في حته هنا جنبنا سرم مش يعني. هتسافر انت شخصيه سرم متحرك. ربنا يديك يا محمد قوم يلا من الحاجات دي يلا حبيبي يلا كده مش عايزه هزور. خلي بالك انت عملتي ده كله انت بقى اللي هتعملي والله ما عامل حاجه وهصور فيديو وانت بتحضرش انت تلاقي للسفر. سفر ايه والله دي ما مسافره. ايوه انا هصور معاها انا واحنا رايحين هناك وهصور رد فعل امها اول مره تشوفها وبتاع. ماشي مامتك تيجي مش مامتك جايه الشهر الجاي؟ ما لسه تأجلي طيب. السفرية أصلا خلاص ماشي نبقى نشوف بقى نروح لها ولا هي هتيجي لما دي إن شاء الله تكبر كده شوية إن شاء الله وتشد حيلها. حتى لو مش عايزاني ساعتها ابقى معاكم انا ما عنديش مشكله لما يدخل لها الاكل بقى. ما تقوليش بقى الكلام لان هي عايزه تقعد معاها لوحديها هي ما مانتش عليكي حاجه. هو انا نايل لوحديها ايه يعني مش فاهمه. عادي عشان انت بترمي ودنك وبتاع. هرمي ودني ازاي يعني انا عمرها شافتني راميه ودني. انت هتسافري انت هتسافري دبي انت بسي يا نايمه اللي انتوا عاملين فيها ايه هناك؟ محمد ما تستفزنيش اكتر من كده بقول لك جايه جعانه قوم خلص الريل اللي ورانا عشان عايزه اقلع واكل يلا كفايه بجد. فكره الريل بقى والله فكره الريل انت هقف ورا الباب وهحاول افجعك تمام فانت بقى مش هتتفاجئي تمام. بصي هعملك دلوقتي بس حضري الشنطه عشان خاطر انا مسافر بعد بكره. محمد كفايه بقى استفزاز كفايه استفزاز بجد عشان والله العظيم ما قادره. لا انت متغاظه والله ما قادره خلاص فكك مني بقى. متغاظه عشان مش مسافره معايا عشان متغاظه عشان مش مسافره معايا شكل الشميز الكلب مش هقوم اقفيه تاني مش قادره. يلا عشان نحضر الشنطه. يا محمد بقى ما تتعبنيش والله ما هي مسافره ما تستفزنيش ما تطلعش النفاذه اللي فيا دي مش مسافره من غيري في حته خلاص كفايه بجد. انت بتهبدي وبترمي الحياه قدامي. علياء علياء امي بعتلك تذكره بصيلي. دي مش مسافره يا محمد دي مش هتسافر حتى لو كلنا. بتعمل ايه؟ بعتت المنيرة قلت لها بعت لي فويس توا خبطي في علياء قولي ان انت حجزت وقال انا امام وبعدين قالت لي ايه؟ قالت لي انا هخبط فيها واقول ان هي بترمي ودانها وبتاع. قلت لها قولي بقى ان انت ما تعرفيش تاخدي راحتنا وراحتك في البيت وان انت بعت لي ده مقلب؟ اقسم بالله مقلب. انا صوتي روح على فكره. انت على السفر تروح برج خليفه يا ناس وربنا صرمة عارف لو كنت هتيجي معانا كنت يلا بينا وعشيلها واخبي ودانها واحطها جوايا وربنا كنت تدخلها بطنك وترجعها تاني جوه بطنك عشان تسافري. انت اخدت بالك انا اتكلمت على حاجات احنا كنا عاملينها له مفاجاه وبتاع. ما انا هحط تيت على السفريه يا رب تتم بس والنبي يا رب ما تقعديش تنبري فيها. طيب عشان هي بجد صغيره بس خلاص هي اتنبرت. لا 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 بجد ايه رأي احساسك بجد مستحيل يجي في دماغي ان انا مستفز قوي بجد والله العظيم. اهلكتني اهلكتني مفيش ريل يلا انا عايزه لا بصي يلا فكرتي يلا احنا مش متابعين على انستجرام فايتو كتير صح؟ يا جماعه بننزل حاجات جامده جدا جدا على انستجرام واليوتيوب شورتس برضو اللي مش متابع اليوتيوب شورتس احنا كل اسبوع بننزل يوتيوب شورتس كتير قوي تابعوا هنا وهنا فرحه تانيه من الفرحه.